السلام عليكم اخواني اخواتي، تنحييكم من واحد المنطقه لاول مره كنزوروها على اساس باش نزرعوا فيها اشجار ديال الافوكا. هاد التجربه غادي تكون استثنائيه، واحد الحدث تنسميه حدث تاريخي، لان اول مره كيف ما قلت غتحط هاد التجربه. المفاجاه كانت ان المقومات بثلاثه متوفره في هاد المنطقه: الكليما رطبه على بعد 20 كيلومتر من البحر فول دوازو، تربة رملية من ذهب، تربة ذهبية يعني صالحة 100%، وكذلك المياه موجودة ولا تعاني من الملوحة مثل ما تعاني منطقة الإقليم جديدة. هذه المنطقة هي حد الحرارة في الإقليم ديال أسفي. هذه أول تجربة غادي نقوم بها على اساس الى نجحت لنا هذه العمليه، وانا متاكد انها غتنجح لان المقومات متوفره. الى نجحت غادي نعموا هذه التجربه، لان غادي انا متاكد ان الناس بزاف اللي غادي يستثمروا، حتى الاخوان اللي هنايا تنشتغلوا معاهم اليوم عندهم رغبه ديال انهم يزيدوا يستثمروا، والان غادي نخدموا على التجربه. بالنسبه للمعلومات ديال الزريع اليوم، حنا في شهر 9 تبين ان المناخ مازال ساخن، ما يمكنش لينا نديروا الغبار، عندنا الغبار ولكن غير متحلل. اذا غادي نزرعوا كيف ما تتشوفوا بلا غبار، على اساس نوضعوا الاسمده الطبيعيه او الكومبوست في شهر 10 منين يبدا يبرد الجو. بعد 15 يوم غنديروا واحد البرودوي اللي غادي يساعدوا الجدر، 15 يوم حتى 22 يوم غنساعدوا الجدر باش يتحفز على الاشتغال، نستيميليو داك السيستم غاسينيغ باش يتحرك والشجره تمشي معنا مزيان. كذلك غادي نديرو كلوتير غنديرو بريزون، ما غاديش نديرو كل كلوتير كل شجره كل خيمه، ما غاديش خيمه، ولكن غنقسمو هاد البارتي هادي اللي تتشوفوا اللي غتهز لينا حوالي 300 شجره ولا 290 على ما اظن، غادي نقسموها على ثلاثه ولا اربعه ديال لي بارسيل باش نحميو الشجره من الشجريحه ومن الشوم. كيف ما تعرفوا الشوم راه اثر هاد السنه بشكل كبير على ضيعات كاملين، حتى المناطق اللي قريبه من البحر تاثرات. خصنا نديروا احتياطات ديالنا باش ننجحوا هذه العمليه ان شاء الله. انا متاكد غادي تنجح. هذا الصنف ديال الهاص، درنا معاه 5% ديال الفويرتي باش تكون لا بولينيزاسيون، يكون تلقيح. تنحييكم مجددا من حد الحراره اقليم اسفي، والى اللقاء.